هتتصرفي ازاي لو زوجك ما احترمكيش قدام اهله او اهلك؟ هعدي الموقف وبعد كده لما نروح بيتنا هتناقش معاه واقول له ما كانش ينفع ان انت تتعامل معايا بالطريقه دي، او ما كانش ينفع اصلا ان احنا بنتكلم بالاسلوب ده قدام الناس او من غير الناس عامه. لا والله انا هحترم زوجي قدام اهله واهلي برضو في الوقت اللي هو عصبي فيه، بس بعد كده بقى هيبقى في عتاب بيني وبينه. لا اكيد هزعل جدا واتضايق ده اولا يعني، بعد كده بقى اخده لوحدنا على جنب واقول له ان انا اتضايقت عشان كذا كذا وما ينفعش تعملني كده تاني وانا بتضايق من الاسلوب ده. حضرتك تتصرف ازاي لو زوجتك يعني اتنرفزت عليك مثلا في الشارع؟ تضربها تمد ايدك عليها ولا هتوجه نظرها؟ لا اكيد مش همد ايدي عليها في الشارع، وهيبقى ليا وجهه نظر ليها بس في البيت. لا طبعا احنا لينا بيت نتناقش معانا مع بعض فيه يعني، بس مش اكتر. لا اكيد مش همد ايدي عليها يعني، ممكن بعدين انا وهي يعني اقدر اعاتبها، بس مش في مكان عام يعني امد ايدي عليها وكده. هي غلطت فانا ممكن اعاتبها بعد كده يعني. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، الراجل المحترم عمره ما هيعمل في الست بتاعته كده في الشارع ولا لاي بنت، ده لو راجل محترم. هل النرفزه او العصبيه دي ممكن تزيل حب او تبقى فيها عدم احترام بين طرفين؟ هو النرفزه في حد ذاتها حاجه غلط، بس ممكن تبقى انت طبعك عصبيه او ممكن تبقى انت بتتعصبي كتير، فدوت بيبقى غلط ومش مستحب يعني. طالما العلاقه ما فيهاش احترام هيكون فيها ايه تاني؟ الحب ملوش لازمه من غير الاحترام. لا لا ما اعتقدش يعني، ما اصل كل الناس بتنرفز يعني، مش هتزيل الحب يعني النرفزه، هو من المبدا من الاساس يعني. لا لا طبعا الحب ما بتوجدش طول ما فيش احترام، لكن الاحترام طبعا بيكبر الحب كمان. مع الوقت طبعا.